قمنا بمبادرة تنظيف المقبرة قمنا بجمع مبيدات قمنا بتنظيف تنظيف المقبرة من الحشائش والأعشاب الضارة يعني لقينا حوايج ما نقولوش عليها ما ما حوايج هكا تاع سحر مشاكل وتع في الجبانه ما لقينا فيها حوايج يعني ما ما الواحد ما يحكيش عليها ما عليها الحكايه دي. كل الناس وكل المواطنين نقول لهم المقبره يا ناس هذه رأيت تاع حاجه مقدسه ولازم نحافظوا عليها راهي كيما المسجد و آه ومذابين احنا نوقفوا بالبلديه تاعنا هذه من ناحيه النظافه من ناحيه آه النفايات آه الهامده هذه اللي منتشره في البلديه كامله واليد في اليد ونحيوا مذابين نحيو المشاكل هذه علينا كامله كاين نقائص كبيره والنقائص هذه لها يد البلديه ولها يد المواطن والزائر للمقبره نطلبوا من الناس المواطنين هذما ارحم والديكم احترموا الاموات قبل الاحياء